السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. كل ما نحتاجه لصنع قفص لصيد الصقر العوسق والعقاب وطيور السرد هو قفص مثل هذا ينزع من مروحة أرضية نحتاج كماشة وهذا خيط سنارة للسمك 0.35 هذا ممكن يكون حتى قفص العصافير أو بأي طريقة المهم أنها تشكل قفص يكون الثقوب تاعه ما يقدرش يخرج منها العصفور أو الفأر سنريكم الآن كيف يتم تركيب هذه الأمور في بعض لكي نشكل قفص لصيد صقر العوسق وصيد العقبان سنحتاج لبعض الأسلاك لنحفر بها هذا المكان وهذا المكان هذه إخواني انزعوها لا تتركوها هذه تجفل الصقر أو يأتي الصقر ليجفل من هذه أبدأ بصنع العقد وهي أساس هذه العملية بكاملها نقوم بربط خيط سنارة في معدن أو شيء ثقيل هكذا ثم نديره كل ما أدرنا عملية الإدارة تكون الضفيرة أفضل للعقدة نمسكها من النصف هكذا تشكل العقد هكذا تشكل وفيها رأس دائري نقوم بعقدها كي لا تحل نقوم بالقطع يصبح هذا الخيط بهذه الطريقة هكذا تكون العقدة جاهزة صيد لربطها في القفص هكذا الصقر رجليه بيعتها نصنع حوالي 15 أو 20 عقدة مثل هذه ثم نركبها في القفص بعد ما قمنا تحضير العقد ثم تشكل كلها بهذه الطريقة سنقوم بإلصاقها على المروحة سنلصق واحد مثلا في هذا المكان والآخر بمثابة هذه المسافة وآخر بهذه المسافة وآخر بهذه المسافة ثم ننزع هذه نقوم بإغلاقها بسلك نعقد فيها عقد أخرى الصقر سيتخبط يأتي من هذه الجهة أو من هذه الجهة ويكون يلاحق في العصافير أو في الفار حتى تنغلق عليه بإذن الله
أحد العقد ويسقط في الفخ. كي لا نطيل عليك الفيديو سنقوم بربط واحدة أو اثنين ثم نكمل نحن العملية دون تصوير، نتقوم النتيجة مباشرة في الأخير. نأتي بالخيط الذي هو فيه العقدة مثل هذا ونقوم بإدخاله هنا. أعقده بهذه الطريقة في هذا المكان مقطع محكمة. نقص ما تبقى من الخيط بهذه الطريقة، تكون لدينا عقدة. هكذا تكون لدينا عقدة في هذا المكان. هكذا يسقط الصقر. ندري أنت إن كانت واضحة أم غير واضحة. هكذا يشبك الصقر بهذه الطريقة، وهذه العملية صالحة حتى للشبك على الحمام وباقي عمليات صيد الصقور. كما قلنا سنكمل هنا وهنا 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 حتى ندور عليه ثم نكمل المكان هذا. وبهذا وبفضل الله تتم العملية بكل نجاح. سنريكم هذه الخيوط كيف تكون. هكذا 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 هكذا. أرجو أن بهذا تتم العملية. الصقر يعلق في هذا المكان. هكذا تتم العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراكم على حسن المتابعة ونرجو أن نكون قد أفدناكم. السلام عليكم. كوكو. لا 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 نحكم به. حل العين تاع حل. شام جهة أخرى قطع الطريق. تاتن فيديو تاع حليت عندها عين أخرى. صورت للفيديو. في رجل لذيذ. Thank you.